تركزت على مناطق حزام بغداد يشهد عليها قضاء الطارمية، سياسيون وقادة ميليشيات وبشكل صريح يلهجون بمصطلحات الدم والانتقام، محرضين على تطهيرها مما سموه الإرهاب. ولهذه الذريعة نتائج كارثية عاشتها ناحية جرف الصخر سابقا. زعيم ميليشيا العصائب الخزعلي في أوضح صورة للانتقام المذهبي يتولى رأس الحملة التحريضية. فإن منطقة الطارمية لم تجري فيها عملية لتطهيرها من الدواعش. إخواني بالصريح العبارة، ونحن نتكلم ليس من باب التحليل، إنما نتكلم من معطيات ومعلومات دقيقة، بل نحن على الأرض ونعرف هذه الحقائق. داعش كان ولا زال في الطارمية، داعش لم يفارق منطقة الطارمية مطلقا، هو موجود ولديه أماكن ومستقر وملاذات ضمن هذه المنطقة الواسعة، وهذه مسألة خطيرة جدا أن يكون هناك تواجد رسمي حقيقي بعنوان ولاية لداعش. حتى بعد هذا الانتصار الذي تحقق، هذا مؤشر غير صحيح وهذا يجب معالجته. مثله باقر جبر صولاغ القيادي في ميليشيا بدر، أيام أشد سوادا مما عهده العراقيون في عهد نور المالكي، تنتظر البقية الناجية من التهجير في عهد مدعي الإصلاح عادل عبد المهدي. دق ناقوس الخطر آلاف المرات حتى سمعته ووعته المنظمات الدولية قبل العربية دون أن يتحرك أحد لإنقاذ أهل الرافدين، ولو كان ذلك بدافع الضمير الإنساني، حينما خمدت نخوة الأخوة ورابطة الدم والدين والتأريخ والمصير المشترك.